مساء الخير وبرحب فيكم بحلقة جديدة من الجنرال فيو. ولكن قبل ما بلش بالحلقة بالمضمون الأساسي، في بعض المتابعين للبرنامج اقترحوا أنه قبل ما نحكي عن المحاور نحط الكونتكست، يعني نحكي شوي صغيرة عن شو عم بيصير وشو معناتها وليش هذا المحور اخترناه. مشان هيك راح بحكي اليوم أنه منطقة الشرق الأوسط، اليوم الحلقة عن إيران مقارنة مع الصين وسباق التسلح بالتعليم بكوريا. يعني اليوم لما بنحكى عن المنطقة، إيران بالمعنى النووي تكنولوجيا متقدمة، سلاح نووي، في تغيير جذري بالمنطقة أقل سباق تسلح بالسلاح النووي، هذا خطر كتير للمنطقة راح نحكي عنه هلأ. الموضوع الثاني هو فريد من نوعه، أنه بلد مثل كوريا الجنوبية في سباق للتسلح بالتعليم، لأنه بنعرف نحن شو أهمية الرأسمال البشري، السوشيال كابيتال، يعني شغلة كثير مهمة، هيدي بتعطي كمان نظرة معينة عن البلد. فإذن عنوان الحلقة اليوم إيران، الصين والنووي في مقارنة، وسباق التسلح بالتعليم بكوريا. مشان هيك المحور الأول، هل إيران مثل الصين نووياً؟ والمحور الثاني، سباق التسلح بالتعليم في كوريا الجنوبية. خلينا ننتقل للمحور الأول. المحور الأول، إيران مثل الصين نوويا، يعني المقصود هون بالموضوع النووي، يعني حتما مع أنه إيران تاريخيا كانت ممر لطريق الحرير سيلك رود اللي اجت من الصين إلى آسيا وبالتالي إلى أوروبا، ولكن عادة تقاس وتصنف الدول بالتراتبية الدولية في هيراركي حسب ما تملك من عناصر قوة، اقتصاد، تكنولوجيا، عسكر، سياسة، نحن بنسميها elements of power. يعني اليوم الفوارق كبيرة بين الصين وإيران، نعم نعرف الحجم، نعرف التاريخ حضاريا ثقافيا وتاريخيا، وحتى الحجم وحتى بالدور، يعني بمجلس الأمن حدا عنده فيتو باور دائم وحدا ما عنده فيتو باور دائم، هيدي بتعكس المقارنة. ولكن هناك مؤشرات تعتبرها دول معنية أنه أساسية لها كي تؤخذ على محمل الجد. على سبيل المثال، الرئيس حسن روحاني الإيراني الجديد بمقال بالواشنطن بوست بيركز على نقاط كتير مهمة، يعني إذا قرينا وعملنا أندرلاين على الكلمات بنشوف قديش مهمة هذه النقاط للموضوع الإيراني وقديش مهمة بالمفاوضات النووية. بيركز على الكرامة، بيركز على الهوية كما يحدد فيه الحد الأدنى المقبول إيرانيا للتنازلات. طب في هذا الوقت، يعني من الزمن والعصر، أهم المقاييس اليوم أنه للدول هي حيازة التكنولوجيا النووية، يعني النو هاو، يعني أنت إذا بلد من البلدان عنده النو هاو النووية، يعني معناتها بلد يصنف من كلاب مختلف عن الناس العاديين، خلينا نسميها البرجوازية النووية. وذلك أيضا يعني من ضمن عدة معايير أخرى. ولكن لماذا؟ يعتبر هذا المجال حكرا على الدول المتقدمة، مثل ما بنقول هناك نادي نووي للنخبة، سميتها أنا البرجوازي، لا يمكن دخوله إلا عنوة أو قصرا، ممنوع لأنه حصري، يعني إكسكلوزيف. من يملك المعرفة والتكنولوجيا النووية فهذا يعني أن البلد هو علميا متقدم وتسمح المعرفة النووية بالانتقال بسرعة إلى السلاح النووي. هلأ السلاح النووي هو فعلا للردع أو ما شابه، موضوع يخرج خطار من إطار هذا المحور. على سبيل المثال، هناك دول نووية بالتكنولوجيا وبالسلاح، يعني عندها التكنولوجيا وعندها السلاح، وهناك من يملك التكنولوجيا والمعرفة، نحن بنسميها virtual nuclear country، يعني تعتبر دولة نووية افتراضية، يعني بمعنى آخر يمكن بأي وقت من الأوقات أخذ هذه المعرفة النووية وصناعة القنبلة النووية بسرعة. إحدى هالبلدان عندنا اليابان، البرازيل، ألمانيا، وحتى كوريا الجنوبية اللي بدنا نحكي عنها بالمحور الثاني. لكن انتقال المعرفة والتكنولوجيا عادة لا يكون علنا، لأنه بصير مثل ما بيقولوا proliferation، يعني هذا تنتقل من بلد لبلد. لذلك قد يمكن القول أن مسار الانتقال قديما سار على النحو التالي، يعني بدنا نشوف هذا الفيديو، نشوف كيف انتقل، وين بلد. من 45 لل 2012، صرنا بال 2013 نشوف شو بدي يصير فيها بعد لهلا. سوبر باورز، يعني الولايات المتحدة الأمريكية، الصين، رحنا على القوى الكبرى مش السوبر باور، يعني بريطانيا، فرنسا، الصين، رحنا على ريجنال باورز، مع انه اليوم تصنف الهند دولة عظمى، باكستان، كوريا الجنوبية مع تجربة ناجحة او مش ناجحة كمان بدها دراسة، مع الموضوع الايراني. هلا الخطر الاكبر اليوم انه ان تنتقل الى الدول الصغرى
وبالتالي الى نون ستيت اكتر، يعني مثل القاعده او مثل اي يعني لاعب خارج اطار الدوله قد يكون ارهابي او حتى قد يكون غير ارهابي. فاذا هيدي البروليفيريشن بلشت من الولايات المتحده الامريكيه، القوى الكبرى ريجنال باور، ايران موجوده منها ضمن هالصنف لانه تعتبر قوه اقليميه. حتى انه مراحل الانتقال من النو هاو للوصول الى السلاح النووي كمان مش بالامر السهل. يعني اليوم لننتقل للسلاح بدنا نبلش بالنو هاو، بدنا نبلش باليورانيوم، بدنا نبلش بالتكنولوجيا تبع التخصيب على عده مستويات، من 2% للمفاعل النووي حتى 90% للقنبله النوويه. بعدين بدنا نتحول الى صناعه السلاح، هاي المراحل الصعبة. ثلاثة، في تجربة التفجير، يعني اليوم انت عملت الامبلي حضرت بدك تشوف اذا تنفجر او ما تنفجر. المرحلة الرابعة السعي الى وسيلة الايصال، يعني الدليفري سيستم، قد تكون عبر البر، صاروخ ارض ارض، عبر البحر او عبر الجو. هيدي بنسميها عادة هي سكند او ثيرد سترايك كابابيليتي، يعني فيني اضربك من البحر او من البر او من الجو. هيدي شغلة كتير خطرة، اسرائيل لديها هذا الامر. هلا هيدا البروجرام وهيدا السيستم كمان امر معقد جدا، لانه عملنا سلاح يجب ادخاله بالعقيده العسكريه الاستراتيجيه. الابعد من هيك، من يامر بالاستعمال؟ متى؟ كيف؟ وضد اي عدو؟ يعني اليوم على سبيل المثال اسرائيل بال 2006 عندها، هلا بنشوف بعد شوي بتشارت، انه ما يقارب ال 100 سرقس نووي، تكت استراتيجي وعملاني لم تستطع ان تستعمله بلبنان. فاذا اليوم في محدوديه لها، او بنسميها ريلاتيف باور او القوه النسبيه. خلينا نشوف السايكل اللي حكينا عنه تبع التخصيب، يعني من المعمل الى السلاح بشكل عام. وبشكر فريد ياريد هو الجرافيكس اللي عمل هالجرافيك الحلو. من المايننج، يعني من المنجم، في عنا السايكل بيرجع للتنظيف والتطهير وتحويله لليلو كيك او الكعكة الصفراء. من الكعكة الصفراء بنروح على التخصيب، والتخصيب مثل ما قلنا هو في عدة درجات، يعني من 2% للمفاعل النووي، 2% للمفاعل النووي ليطلع كهرباء. المفاعل النووي بيعطيني بلوتونيوم كمان، بقدر بعمل منه امبلي. فاذا هيدا السايكل بالنسبة لإلي، من المايننج للتحويل للكعكة الصفراء يعني اليلو كيك، بعدين للهكسا فلورايد غاز بناخده على الانريتشمنت. الايرانيوم 235 90% بيطلع على الايرانيوم. اذا رحت على الرياكتر انا، خاصة اذا كان هيفي ووتر، يعني هول التعابير التقنية، 2-3% الايرانيوم 235 بيعطيني الايرانيوم، بس بالنهاية كلهم بياخذوني على الاملي النووية. فيني يكون تحت الاملي النووية، يعني تعتبر هيدي قلنا عنها فيرتشوال كونتري، يعني قادرة على الانتقال للمرحلة النووية بسرعة. قلنا اليابان، قلنا البرازيل، قلنا ألمانيا، حتى كوريا الجنوبية. طيب بالوقت الحالي وحتى نهاية الحرب العالمية الثانية تظهر المبدأ التالي، منع حتى الحد الأقصى من حصول أي دولة على المعرفة النووية. كانت الولايات المتحدة الأمريكية هي مترأسة، ممنوع حصري هذا الكلوب، ممنوع حدا يفوت عليه. السعي ايضا لابقاء المعرفه النوويه النوهاو تحت المراقبه المشدده، بروتوكولات الان بي تي نون بروليفريشن تريتي، الاي اي اي وكاله الطاقه الذريه وما شابه. لكن في حاله الخرق يقبل العضو، يعني اذا فات بالقوه هالعضو على الكلوب على النادي يقبل العضو. والسعي لمنع الانتشار النووي الحالي للمرحله الثانيه. كيف انتقلت الانتشار النووي؟ هذا الكلوب النووي، روسيا، الولايات المتحدة الأمريكية هن الأكثر بالسلاح النووي. إسرائيل من 80 لل 100 قنبلة نووية تكتية عملانية وحتى استراتيجية. عم نحكي عن إيران. فإذا إذا فت على هالكلوب بيخلوك جوا وبيمنعوا أنه أنت تعمل بروليفيريشن أو يعني تبلش تبيع لغيرك أو يعني تعطي لغيرك هذه النوهاو. طيب مع العودة إلى عنوان المحور، هل إيران هي الصين؟ يعني الهدف من العنوان هو المقارنة بين ما حصل مع الصين سابقا وما يحصل اليوم مع إيران. أيضا مقارنة موقف العم سام أو الولايات المتحدة الأمريكية مع الصين ومقارنة مع إيران اليوم. بالعام 66 شوفوا شو بيقول وزير خارجية أمريكا دين راسك، يدلي بشهادته للجنة بمسجد الشيوخ، بيقول تطور الصين أسلحة نووية مع صواريخ لإطلاقها ليست دفاعية، وسوف تخيف الدول المجاورة للصين، وسوف تخلق ميزان قوى نووي تقليدي بنفس الوقت جديد في المنطقة،
وقد تستعمل هذه الأسلحة لمهاجمة دول الجوار كما الولايات المتحدة الأمريكية. شوف الكلام يعني. ويتابع راسك أنه عن الصين وقيادتها أن الصين هي متعجرفة هجومية، دولة شيوعية معادية مهووسة بنفسها، وهي عاصية على أي اتفاق مع أحد حتى مع الأصدقاء. نفس الوصف اليوم مع إيران. برنارد لويس المؤرخ الأمريكي الشهير يلي هو أنتي أرب بسوي، يقول أنه عن إيران، شوف شو نحكى عن الصين وشو بنحكى عن إيران. يقول عن إيران برنارد لويس أنه لديها ثقافة الانتحار والشهادة، المارتردوم، يعني إذا حصلت على نووي علي وعلى أدائي يا رب. يقول عنا رئيس بوش هلا هون الخبرية يعني بتصريح معين، خلينا نسمعه باليوتيوب شو بقول. Iran's active pursuit of technology that could lead to nuclear weapons threatens to put a region already known for instability and violence under the shadow of a nuclear holocaust. Iran's actions threaten the security of nations everywhere. And that is why the United States is rallying friends and allies around the world to isolate the regime, to impose economic sanctions. We will confront this danger before it is too late. Iraq is at the heart of the Middle East. And the two dangerous strains of extremism vying for control of the Middle East have now closed in on this country in an effort to bring down the young democracy. Shia extremists backed by Iran are training Iraqis to carry out attacks on our forces and the Iraqi people. The Iranian regime must halt these actions. And until it does, I will take actions necessary to protect our troops. I have authorized our military commanders in Iraq to confront Tehran's murderous activities. فإذن إذا بنعمل مقارنة مع دين راسك والرئيس بوش، قال نفس الكلمات، يعني بدل الهجوم على المحيط الهولوكوست، التحول بالمنطقة، سباح التسلح، وهذا هاجس عند الولايات المتحدة الأمريكية. شو اللي صار مع اتجاه الصين؟ انفتاح أمريكا على الصين بالعام 72، يعني بدل ما يكون في خوف، عبر زيارة نيكسون وكيسنجر اللي حضرها هنري كيسنجر، وتحول الصين نحو الانفتاح والإصلاح. يعني اليوم الصين 9-10% نمو، الصين ثاني اقتصاد بالعالم ب7-8 تريليون دولار. شوف شو نحكى عنا وشوف الصين وين موجودة. كمان مقارنة مع إيران حسب ما حكي الرئيس بوش، ومقارنة مع الانفتاح على إيران. الرئيس أوباما منذ فترة، اتصال الرئيس أوباما بالرئيس الإيراني روحاني، وكأن التاريخ يعيد نفسه. هلأ اليوم في الختام، ليس الخوف الحقيقي العربي من إيران فقط في البعد النووي، معزولا عن عوامل باقي القوة، العالم اليوم بخافه، خاصة المملكة العربية السعودية. إن شاء الله جمعة الأسبوع القادم هي عن المملكة العربية السعودية، بل يجب النظر أن تكون النظرة شاملة لإيران. يعني إيران إذا لديها شاب جيل من الشباب المثقف، لديها الغاز، لديها النفط، لديها نخب سياسية مثقفة، كما لديها تاريخ وحضارة قيمة. مشان هيك اليوم يضاف هذا الموضوع على التكنولوجيا النووية والنوهاو، ومع رفع العقوبات عن إيران، خلينا نشوف شو ممكن يكون الخطر الإيراني على المنطقة والدور الإيراني الأساسي. أعزائي المشاهدين، هيك كنا انتهينا من القسم الأول. عودة مع المحور الثاني يلي قلنا هو تقريبا فريد من نوعه، سباق التسلح بالتعليم في كوريا. يعني كوريا اليوم مثل ما حكينا بالقسم الأول هي دولة افتراضية نووية، يعني عندها القدرة على من الدول المهمة، يعني اللي الجي دي بي تبعهم أكثر من تريليون دولار، يعني من المهمين. سباق التسلح educational arms race بكوريا. بالمحور الأول حكينا عن سباق التسلح النووي وعن الخوف الأمريكي من الصين ومن إيران في حال الحصول على صناعة نووية، لكن تبين أن حسابات الحقل ليست مطابقة لحسابات البيدر كما يقال بالعامية. على كل يعني تتحضر الدول عادة للسيناريو السيء باستراتيجياتها. ما حدا بالسياسة التحضير لاستراتيجية للسيناريو السيء، بالاقتصاد منحضر للسيناريو الممتاز، وتأمل بتحضر للسيناريو السيء وتأمل أن يقع السيناريو الجيد أو الممتاز. في هذا المحور
بدي اتطرق لموضوع كتير مهم فريد من نوعه، سباق التسلح بالتعليم خاصة في حالة كوريا الجنوبية، فماذا عنها؟ اليوم لما بنحكي عن الكورية وسباق التسلح يحتم الحديث عن التعليم، مستوي المتقدم الحديث، وعن الموقع الجيوسياسي اليوم اللوكيشن لوكيشن لوكيشن مثل ما دائما بنكررها لكوريا ككل، يعني جنوب والشمال، الشمال والجنوب بالموقع. فلماذا مثلا لا نتحدث عن سباق تسلح بالتعليم في الكونغو او بافريقيا؟ لانه الموقع كثير اساسي. بالكونغو مثلا حتى الان قتل ما يقارب 5 ملايين شخص بسبب الاقتتال الداخلي، والكونغو على سبيل المثال كمان تحوي ثروات طبيعيه تقدر ب 23 تريليون دولار. يعني تامل قديش غنيه و5 ملايين قتيل. بس مش معناتها بكوريا ما صار في حرب، هلا رح نشوفها. بموقع كوريا عندها مشكله، كوريا بشكل عام هيدي مستمرة تاريخيا لأنها تقع بين جبارين هما الصين واليابان، نحن نسميها بفر أو عازل، وهي أيضا متصلة بروسيا جغرافيا. يعني كوريا الشمالية 17 كيلومتر مع روسيا. تاريخيا احتلتها اليابان وغزاها المغول من الصين بالقرن 12 لما أراد القائد المغولي كوبلاي خان غزو اليابان. لنشوف شو حلوة هيدي خبرية يعني. فاحتل كوريا، وعندما قطع البحر لاحتلال اليابان غرق الاسطول تبع كوبلاي خان بسبب الرياح المقدسة يلي اسمها كاميكاز. يعني نحن فكرة كاميكاز انه يعني انه الانتحاريين طائرات، بينما هي الريح المقدسة التي اغرقت الاسطول البحري المغولي للي حاول يغزي اليابان، واليوم عم بيحاولوا يفتشوا عليه بالمحيط. خلينا نشوف شو صار باليابان عفوا بكوريا من الحرب التي ادت الى التقسيم. After World War II, Korea was divided in half with a communist regime in the north supported by China and the Soviet Union and a republic in the south supported by the United States and Western powers. The withdrawal of US troops in January of 1950 made South Korea vulnerable to attack. On June 25, 1950, 80,000 North Korean troops surged across the border at the 38th parallel and in 3 days captured Seoul, the capital of South Korea. The United Nations promptly responded with a resolution to aid Korea. U.S. General Douglas MacArthur was appointed Commander-in-Chief of the UN forces. North Korean regulars continued to push south toward the port of Pusan, where General Walker's 8th Army fought a delaying action to defend the last major stronghold of South Korea. By August 5th, UN troops and the obstacle of the Naktong River halted their advance. The North Koreans launched violent attacks against the Pusan perimeter, but by September 12th, the offensive had exhausted itself and ground to a halt. 3 days later, MacArthur launched a daring amphibious landing at Incheon that cut off the North Korean supply lines. It was the most successful military move of his career. Seoul was retaken, and the North Koreans were forced to retreat behind the border. The UN demanded surrender. Determined to eliminate future aggression, UN forces crossed the 38th parallel on October 7th. As MacArthur advanced steadily north, the Chinese warned of possible intervention, beginning secret preparations for an offensive. Less than 2 weeks after crossing the border, UN troops captured the North Korean capital, Pyongyang. UN forces were moving swiftly. As the end of October approached, a South Korean division reached the Yalu River, the border of China. The Chinese responded quickly. By November 1st, 180,000 troops had moved south across the Yalu. MacArthur launched a counteroffensive which reached its northernmost position on November 24th. The Chinese took Chosin Reservoir and with their superior numbers pushed the UN forces into retreat. Almost 1 million Chinese and over 500,000 North Koreans were killed or wounded in the war, with over 300,000 UN casualties. فإذن مثل ما قلنا يعني اليابان هيدي الحرب اللي صارت هي بعد ما سقطت اليابان أو استسلمت اليابان، اليابان استعملتها لكوريا، أزلتها يعني بإذلال، مستعملة رجالها للأشغال الشاقة لخدمة الأعمال الحربية ونسائها للعبودية الجنسية سكس سليفري لإرضاء الضباط والجنود اليابانيين. هلا هيدي الذكرى لا تزال حجر عثرة بالتقارب الياباني الكوري. بعد الاستسلام اليابان تظاهرت كوريتين مثل ما حكينا شمال جنوب بالعام 1950، اندلعت الحرب وتدخلت أمريكا كما تدخلت الصين. اليوم هيدي الذكرى لا تزال قائمة، والخط 38th parallel خط العرض 38 لا يزال
قائم. المهم بكوريا الحديثة هو سرعة التقدم، يعني شوف وين كنا وين صرنا، التقدم والنمو والتطور. في بعض المعلومات عنا الاقتصادية، تحتل المركز 15 بالاقتصاد العالمي بين 15 دولة دخل القومي أعلى من تريليون دولار، يلي هي 1.13 تريليون. معدل الدخل الفردي 32 ألف دولار. هي من ضمن مجموعة دول العشرين جي 20. وإذا كان خط العرض 38 بارلل يقسم كوريا إلى شمال وجنوب، في هناك البفر، يعني هو هذا الخط هو بفر دي أم زي دي ميليتاريزد زون، موجودة بيفصل بين الشمال والجنوب. السؤال دائما أنه ماذا لو كانت كوريا موحدة؟ على كل إن هذا هاجس يراود الجميع اليوم، إن كان بالصين أو الولايات المتحدة الأمريكية حتى اليابان، خاصة إذا سقط نظام الشمال شو العمل؟ المشكلة على الصين، المشكلة على كوريا الجنوبية، المشكلة على الولايات المتحدة الأمريكية، خاصة أن الولايات المتحدة الأمريكية عندها 35 ألف جندي موجودين في الجنوب. هو نعمة للجنوب لأنه الفوارق شاسعة، يعني هذا الخط بيحدد شو إمكانية الشمال وشو إمكانية الجنوب. يعني بالشمال ما في سباق تسلح، هذه الفوارق الشاسعة بين الشمال والجنوب يعود سببها إلى الرأسمال الاجتماعي، خاصة في مستوى التعليم المتخصص. بس قبل بدي أحكي شوي صغيرة عن الموقع اللي حكينا عنه. الموقع أنه الصين، اليابان وحتى روسيا حكينا 17 كيلومتر، ولكن هي تقع بين الصين وبين اليابان. هيدي مشكلة أساسية عندها على طول، وهي نقطة التقاطع بمناطق النفوذ. اليوم الصين صاعدة، اليابان تخاف على دورها، فإذا اليوم كوريا بحالة، هيدا بيأثر عليها بشكل عام. والحرب بالخمسين كانت هي إحدى الأسباب. على سبيل المثال بالألف وتسعمية وسبعين كان الدخل الفردي بالشمال مثله بالجنوب 2000. بدي كمان أرجع أنتقل لفيديو تاني حكينا عن الـ 38th parallel. بال 1970 حكينا انه كان دخل الفردي 2000 بالجنوب مثل الشمال. اليوم 10 مرات، اليوم 10 مرات بالجنوب اكثر من الشمال. يعني مثل ما حكينا خط الشمال، بنرجع الجي دي بي بير بيرسون عم ينحكى عن 23 ألف دولار بالشمال بالجنوب، يعني 10 مرات أكثر من الشمال. حتى بالشمال اليوم في مشكلة كتير كبيرة لا يتعدى نسبة قليلة معينة، حتى بينحكى عن جوع معين. هلأ بينحكى عن البوبوليشن، مش بس بالجي دي بي، بالبوبوليشن عم ينحكى عن فوق تقريبا 50 مليون لما يقارب 22 ل 23 مليون. شغله كثير مهمه والفوارق اساسيه. هذا بيرجع يمكن لقرارات معينه. واذا بتتذكروا اعزائي المشاهدين، الاسبوع الماضي حكينا عن الدكتاتوريه، الاستقرار، الازدهار. ما فينا نجمعهم كلهم مع بعضهم، يكون في شوية دكتاتورية معلش وشو كتير ازدهار وكتير يعني من التطور، لحتى نعرف شو الخيارات اللي عندنا، وهذا بنفتقده بالعالم العربي. اليوم ماذا عن سباق التسلح بالتعليم؟ في مدرسة اسمها ميرين للبنات بسيول، الطلاب بين 18 و15 شوفوا شو بيعملوا، ينحنون احتراما عندما يمر الأستاذ أو المعلمة. أغلبهم يأخذ دروس إضافية من الساعة 6 بعد الظهر حتى 9 مساء، يعني لسون بارتيكولير خلينا نسميها. على سبيل المثال، هذا شيء تاريخي بتركيا، سلالة تشاوسون يلي كانت من سنة 1392 حتى 1910 كان يجرى اختبار للخدمة المدنية، يعني للسيفل سيرفيس. إذا بدك تخدم بده يكون عندك اختبار، وإذا بدك تفوت على طبقة معينة تتقبل بمستوى الارستقراطي يجب ان تخوض، ان تتبع فحص معين. استمرت هيدي حمه، سموها حمه، استمرت حمه التعليم حتى يومنا هذا. كان الانقطاع الوحيد عن التعليم بالحرب العالميه الثانيه والحرب الكوريه، ورجعوا عملوا حمله كثير كبيره على المدارس. بالحرب الكوريه مثلا انقطعت سنه 1950، بال 71 كانت الدروس تعطى على دفعتين، تو شيفتس، يعني قبل الظهر وبعد الظهر، بنات شباب بشكل. على سبيل المثال ازدادت نسبة التعليم لمن يتابع الدراسة الجامعية إلى 84% بالعام 2008 بعد أن كانت بالتسعينات. يعني اليوم إذا 85% من كوريا بيروحوا على الدراسات الجامعية، يعني في حمى من التعليم. على سبيل المثال كمان، يأمل 93%
من الأهالي أن يتابع أولادهم التعليم العالي. بعض المدارس نظمت على الطريقة الألمانية طريقة معينة لإعداد جيل المستقبل ليكون كما يسمونه الماستر أوف تريد، يعني التخصص بالبرمجة وبالأبليكيشنز اللي بنقرأ عليها هلأ بالسيلفون تبعنا، وهي الأكثر شيوعا اليوم في العالم. اليوم في بوزيشنينج للناس، وإذا بنتذكر كمان حكينا عن فيوتر أوف جوب، مستقبل الوظيفة، بحلقة سابقة. خلينا نربطهم ببعضهم، ولكن حمى التعليم وفي كلفة عالية، هي الحمى التعليم لها كلفة عالية، أدت إلى معدل ولادة أقل 12% من المصروف يخصص للتعليم، 12% من المصروف يخصص للتعليم، يعني حوالي 4000 دولار من الدخل الفردي السنوي. هيدا شكل. إلى جانب الحمى التعليم في هاجس تعلم اللغة الإنجليزية، يعني اليوم أصبح تعلم اللغة سموها هن كولكتيف نوروسيس، يعني هذا مرض. في بعض الأمهات مثلا بكوريا الجنوبية بيسافروا إلى دول ناطقة بالإنجليزية لتعلم اللغة. هلا شو الوظيفة بكوريا؟ أهم وظيفة بكوريا هي أما في القطاع العام، يعني الدولة، أو في الشركات الكبرى المملوكة من العائلات بسموها تشاي بول، يطلق عليها اسم جادز بليس، يعني أنه أنت بتتعلم تتسابق. أوقات بعد ما يخلص المتخرج العلم تبعه بينطر 11 شهر للحصول على وظيفة. على سبيل المثال، وبسبب المنافسة القوية كان بالسبعينات تجرى قرعة للدخول للهاي سكول، قرعة ينعمل قرعة يعني لحتى يفوتوا على الهاي سكول. وأخيرا وليس آخرا، في كوريا الجنوبية بين 15 و 29 سنة في 5.4 مليون شخص، 11% منهم ينتظرون للحصول على وظيفة بالجود بليس، يعني بالشركات المهمة. هلأ إذا عملنا مقارنة مع العالم العربي، نحن كمان عندنا بالعالم العربي القطاع العام هو فعلا جود بليس، بس نحن مكان للسرقة ومكان للفساد، منه هو البطة التي الأوز التي تلد بيضا من ذهب، بينما عندهم في محاسبة، خاصة أنه نحن عندنا ما في محاسبة وما في شفافية. هلأ كمان في قول شريف حول أنه ما جمع مال إلا من شح أو حرام، هيدا عندنا بالعالم العربي كتير خاصة بلبنان. ولكن الأكيد أنه التعليم بالقرن 21 يقوم على مبدأ الفور سيز، يعني الأربعة سي يلي هن الأربعة سي يلي هن critical thinking, communication, collaboration, creativity، التفكير النقدي، التواصل، التعاون، والخلق. شغلة كتير مهمة. هول اليوم بدنا نعمل يعني مقارنة مع الكوريكولم يلي عنا بالجامعات. أعزائي المشاهدين، هيك بنكون انتهينا من القسم الثاني. بختام الحلقة بتأمل تكون عجبتكم. حكينا عن مقارنة مع إيران والصين، أنه إيران اليوم بالنووي هل ستقبل كما قبلت الصين، مع نووي أو دون نووي، مع نوهاو أو بدون نوهاو، مع سلاح أو بدون سلاح. القسم الثاني حبيت أحكي عن حالة خاصة بكوريا الجنوبية، خاصة يعني سباق التسلح بالتعليم. علنا نأخذ بالعالم العربي دروس بسيطة، ولكن لسوء الحظ يعني العالم العربي اليوم بفوضى عارمة قد تدوم عشرات السنين. على أمل اللقاء بحلقات قادمة. إلى اللقاء.